حافظنا على البلد، بننطلق المشروعات حتى اتكلم عليها البابا فرانسيس. هو البابا فرانسيس بيطبل بالمناسبة؟ هو الراجل عايز منصب لا مؤاخذة يعني؟ ما نسأل نفسنا، الراجل بيقول مشروعات تستحق التضحية. البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مش البابا توادرس بيتهم، والبابا توادرس لما يتكلم على مشروعات او على الدولة انه موالي للدولة. طب البابا فرانسيس موالي للدولة ليه؟ بيتكلم على حزمة مشروعات تاريخية. ارجعوا لكلمة الراجل، بيقول ان هذه المشروعات تستحق التضحية. لكن برضه مازال ناس حاطين رؤوسهم في الرمال، ناس قاعدين فقط على وسائل التواصل الاجتماعي في الغرف المكيفة بيتكلموا، ما يعرفش الجهل.